السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنكمل سلسلة الأوتوكاد. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن واجهة البرنامج وعرفنا اللي فيه عندنا حاجة اسمها قوالب للبرنامج، وأشهر قالبين بنشتغل عليهم حاجة اسمها ACAD DWT و ACAD ISO DWT. وقلنا إن الفرق ما بين الاتنين المرة اللي فاتت قلنا إن دي وحداتها إمبريال يعني بالبوصة، ودي وحداتها متري يعني بالملي. نلاحظ ان احنا دلوقتي واقفين على ACAD DWT، نلاحظ ان لونها مختلف شوية عن الباقيين. لو احنا ضغطنا دلوقتي على ACAD ISO هتبقى دي الديفولت عندنا دلوقتي، ده اللي هيتفتح. لو رجعنا دلوقتي للستارت وجينا هنا على القالب نلاحظ ان الايزو هو اللي عليه لون رمادي، يبقى ده هو الاكتف اللي عندنا. هنرجع دلوقتي للوحة الدروينج. لو احنا عايزين نفتح مشروع جديد بنيجي نضغط هنا على تابت نيو دروينج، اهو هتلاقيه دروينج 4 وخلافه. لو انت عايز تقفله تضغط عليه اكس، يقول لك نو ما تسيبوش. تمام. لو انت عايز تفتح مشروع جديد ممكن برضك من نيو اللي فوق هتلاقيه اتفتح لك مشروع جديد، بس قبل ما يجي يتفتح بيقول لك انت عايز القالب يبقى ايه. هل انت عايزه قالب ايه كاد ايزو اللي هو الديفولت؟ اوبن، هتلاقيه اتفتح لك على طول بقى دروينج 5. نلاحظ ان هنا البرنامج الاوتوكاد بيشتغل بالعداد، يعني انت لو قفلت ده وجيت تفتح واحد جديد هتلاقيه يقول لك درونج 6 وهكذا. تمام كده. طيب هنخش بقى نبدأ في الجد. اما نيجي نرسم عندنا مدرستين للرسم، لا طريقة اللي احنا نشتغل على الكومن ويندو اللي تحت، لا طريقة اللي احنا نشتغل بالاوامر اللي فوق. مثال بسيط، جاي عايز ارسم لاين، لا اما اضغط على كلمة لاين، بمجرد ما يبقى عندي كلمة لاين يتفعل دلوقتي معايا الإمكانية رسم لاين، أو بعين نقطة البداية ونقطة النهاية، أضغط على إسكيب اللي هي موجودة في أقصى الشمال فوق في الكيبورد أطلع من الأمر، أو بطريقة تانية أهو عايز أطلع أضغط مسطرة، أما أضغط مسطرة بطلع من الأمر. بطريقة تالتة أهو اضغط كليك يمين واقول له انتر، يبقى عندي كذا طريقه اللي انا اطلع من الامر. طيب لو انا دلوقتي اشتغلت المره دي على اللي انا اضغط على الامر من فوق، طب انا عندي طريقه تانية اللي انا اكتب ال، بمجرد ما بكتب ال يقوم قايل لي ال ما بين قوسين لاين، لو ضغطت انتر يتفعل معايا دلوقتي امر لاين من غير اما اطلع فوق واضغط على اي حاجه. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي طريقتين للتعامل، يا اما اضغط على لاين لإما يتكتب في الكومن ويندو اللي تحت لاين. بس نلاحظ اللي حصل دلوقتي، حصل حاجة غريبة. أما جيت أكتب لاين ما اتكتبتش تحت، اتكتبت في المنطقة دي. ليه؟ علشان أنا مشغل حاجة اسمها الديناميك انبوت، المدخلات الديناميكية. وأنصحك كمبتدئ في الأوتوكاد ما تشتغلش بالمدخلات الديناميكية. طب أنا عايز ألغيها، ألغيها إزاي؟ ندور تحت على المدخلات الديناميكية مش هنلاقيها، مش هنلاقي أي مدخل ديناميكي تحت. طب نظهره بقى منين؟ التلات شورت اللي جنب بعض دول هنقوم ضاغطين عليهم، هيظهر لنا هنا حاجة اسمها دايناميك انبوت. طالما مش متعلم عليها صح يعني مش موجودة تحت. خلي بالك، مش معنى اللي مش متعلم عليها صح اللي هي مش متفعلة، لا هي ممكن تبقى متفعلة بس مخفية. يعني أنا لو علمت عليها صح دلوقتي الاقيها بقت موجودة هنا، اهي بقت الديناميك انبوت هنا. نخلي بالنا اللي هي كانت مخفية بس كانت متفعلة، اهو شايفين دول اوكسجنال، اهي الاوكسجنال اللي متعلم عليها صح بس هنا ايه مش متفعلة، ظاهرة ومش متفعلة، اما دي كانت مخفية ومتفعلة. طيب انا عايز الغي الديناميك، او ما احضرت عليها عشان يتلغى الديناميك. تعال كده نرسم لاين ما نلاحظش اي حاجة بتتكتب. طب لو كتبت ال، ال ما عادتش تتكتب بقى جنب المؤشر، بقت تتكتب تحت في الكومن ويندو اللي تحت. اكتب ال انتر بقى معايا امر اللاين متفعل معايا. وصلت كده يا شباب؟ يبقى المدخلات الديناميكيه الغيها منين؟ مش هلاقيها تحت عندي هنا لو انا لسه مسطب البرنامج. طب اعمل ايه؟ اجي على الثلاث شورت دول اضغط عليهم واعلم صح على الدايناميك انبوت، هتظهر لي تحت عندي هنا. طيب بعد ما انا خفتها خلاص ما عدتش مشغلها، اخفيها بقى، اقوم رايح معلم ضاغط عليها تاني فما عادتش موجوده. كده انا عملت ايه؟ خفتها، خفيت الدايناميك انبوت، بس وانا خفيها انا متاكد ان هي مش متفعله. طيب ده ببساطه عندنا.
هنقوم رايحين محددين، نخلي بالنا بقى من نقطة التحديد. خلي بالك وانت بتحدد، بتضغط ضغطة واحدة، كليك شمال ضغطة واحدة وارفع ايدك اهو، وتتحرك يمين او شمال. يمين بيديك لون ازرق، شمال بيديك لون اخضر. خلي بالك يا شباب، لو انا ضغطت ضغطة واحدة واحدة ورفعت ايدي اهو، بقى الشكل منتظم، مربع او مستطيل منتظم. طب لو انا عملت بقى الغلط، اللي انا ضغطت ضغطة شمال وفضلت حاطط ايدي عليها واتحركت يمين او شمال، شوف الشكل بقى عامل ازاي معايا، شكل غير منتظم معايا. يبقى تاني نخلي بالنا، ضغطة واحدة شمال وارفع ايدي، كل اللي انا بعمله بحرك الماوس، عمال احرك الماوس يمين وشمال من غير ما اضغط على حاجة. يمين يمين يديني ازرق، شمال يديني اخضر. طيب جميل قوي، خلي بالك بقى من دي، اللون الاخضر معايا بمجرد شوف انا عامل ايه، بمجرد اما يلقط بداية خط يحدده كله. طيب نعمل سكيب عشان نلغي التحديد. طب هنيجي من هنا بقى لونه ازرق عشان انا بتحرك ناحية اليمين، حددت الخطين اهم، يعني انا محدد الخط ده كله اللي حته، مش هلاقيه يتحدد معايا. امتى بقى يتحدد معايا؟ لو انا حددته من اوله لاخره، من اوله لاخره يتحدد معايا، اللي هو اما انا جبت عليه المستطيل من اوله لايه؟ لاخره. يبقى الفرق ما بين التحديد اللي لونه ازرق والتحديد اللي لونه اخضر، ببساطه الازرق عشان تحدد العنصر لازم تحدده من اوله لاخره، اما الاخضر بمجرد اما تلمس حته صغيره منه بيتحدد كله. جميل كده يا شباب، ونخلي بالنا التحديد تضغط ضغطه واحده وترفع ايدك اهو، وتتحرك يمين وشمال. طيب نخلي بالنا من حاجه كمان، عندك البقره لو حركتها زوم ان وزوم اوت، زوم ان وزوم اوت عادي خالص اهو، زوم ان وزوم اوت، لو ضغطت على البقرة ضغطة مطولة وحركت الماوس يمين وشمال، بتحس ان المؤشر قلب لإيد، بتحرك اللوحة السوداء، اللوحة السوداء بتتحرك. واخدين بالكم ان الاكس والواي دي، اما انا بقوم راح ضاغط كده، شوف اللوحة كلها بتتحرك، مش الشغل، الشغل ما بيتحركش، اللوحة كلها بتتحرك. تمام كده؟ طيب يبقى دلوقتي انا عندي كليك شمال بيعمل سيلكشن تحديد سواء ازرق او اخضر، وعرفنا الفرق ما بين الازرق والاخضر اهو. تاني الاخضر بمجرد ما بحدد حته صغيره العنصر كله بيتحدد. طيب الازرق لازم احدد العنصر من اوله لاخره عشان يتحدد معايا. طيب طبعا الماوس، البقره اللي فيها زوم ان وزوم اوت، زوم ان وزوم اوت. طيب لو ضغطت على البقرة ضغطة مطولة، لو ضغطت على البقرة ضغطة مطولة بتتحول لإيد، بحرك الماوس يمين وشمال ألاقي المشروع بيتحرك معايا. طب ده أنا بستخدمها فين؟ بستخدمها مثلا هنا، أنا مثلا زومت على المشروع ده وعايز أوصل للحتة دي، أقوم عامل كده وبالبقرة أهو، وصلت لها على طول بسرعة. طيب كل اللي أنا بشرحه ده هتلاقيه موجود هنا، في هنا إيد، لو انت رحت هنا وضغطت على الايد تلاقي ايدك بقت ايد اهي، من غير بقى ما تضغط ضغطه مطوله على البقره ولا اي حاجه. عايز ترجع تاني بتضغط اسكيب، ترجع تاني للوضع الطبيعي. طب عايز تعمل زوم، هتلاقي هنا انواع كتير من الزوم، زوم ويندو، تضغط على زوم ويندو يقول لك حدد الحاجه اللي انت عايز تكبرها اهو، المنطقه دي اهو، اضغط عليها تاني اقول له من الحته دي للحته دي، الحته دي بس اللي هتكبر. طيب لو احنا عايزين نرجع للامر مرة تانية من غير ما تروح تضغط عليه، ممكن تضغط مسطرة، عشان مسطرة بترجعك لاخر امر كنت انت بتعمله اهو. جميل كده، عندنا هنا روتيت ما بنستخدمهاش عشان احنا ما بنشتغلش 3D، احنا زي ما احنا شايفين احنا بنشتغل 2D. تمام كده، طيب زوم ان وزوم اوت، ضغطة مطولة على البقرة تدينا اليد، واغلب شغلنا احنا بنشتغل كده، احنا ما بنشتغلش بالبار اللي هنا ديت غير نادرة. طيب عندنا بقى اوبشن جميل قوي، اما يكون الرسمه بتاعتك صغيره قوي، رسمه صغيره قوي وعايز تكبرها،
تكون كبيرة وحلوة كده مالية الشاشة، بدل ما تروح عليها تعمل كذا مرة زوم. لا، طب منتهى البساطة، شايف الرسمة صغيرة عاملة ازاي؟ هتيجي تقف في أي حتة في المشروع، أي حتة، واضغط بالماوس ضغطتين بسرعة على البقرة. أهي، شوف إيه اللي حصل؟ المشروع كبر فجأة، شايف كان صغير إزاي؟ أهو، صغير أهو، خالص قد النقطة، أهو المشروع أهو، شوف أنا هعمل إيه؟ هقف في أي حتة، واضغط ضغطتين بسرعة بالبقرة. أهو المشروع كبر أهو. وصلت كده؟ يبقى دلوقتي الماوس اللي معايا بستخدمها في التحديد، سواء أزرق أو أخضر، بستخدمها كبان اللي هو أنا بحرك اللوحة بتاعتي يمين وشمال وفوق وتحت بمزاجي، بستخدمها زوم إن وزوم أوت، بستخدمها ضغطتين بالبكرة ورا بعض، الشغل بتاعي يكبر. العنصر الأساسي وأنت شغال سواء أوتوكاد أو ريفيت، محتاج من حضرتك ماوس نظيف نوعه حلو. ليه؟ علشان كل ما الماوس بيكون التردد بتاعه كويس، كل ما بيريحك في الشغل. تمام كده يا شباب؟ طيب نكمل. عايزين نمسح، هحدد كل الشغل ده وقدامي كذا طريقة. أول طريقة أجي فوق هنا أهو، أضغط على الممحاة اللي هي اسمها إريز، أضغط عليها الشغل يتمسح، أو أضغط على كلمة ديليت اللي موجودة في الكيبورد، أو أضغط كليك يمين وأدور على كلمة إريز، أو أكتب إي إنتر يتمسح. ليه إي إنتر؟ عشان اختصار كلمة إريز إي زائد إنتر. إي هو الاختصار وإنتر هو الأكشن. علشان أنا لما بكتب إي بيديني كذا حاجة أولها حرف الإي، كذا حاجة، بس أول لما بكتب إي أول حاجة هي إريز، فلما بقول له إي إنتر فهو بيفهم على طول اللي اديني اكشن اريز، يقوم راح عامل لي ايه؟ مسح. تمام كده يا شباب؟ طيب دي بمنتهى البساطة اتعرفنا شوية على واجهة البرنامج. هنيجي هنا على اشهر الاختصارات. عندنا هنا الاختصارات اللي عندنا ال، اختصارها اختصار لاين، ال زائد انتر، لاين لرسم الخطوط. عندنا حاجة اسمها مالتي لاين، ده بتوع عمارة بيشتغلوا عليها، اللي هما خطين جنب بعض متوازيين، اختصارها ام ال زائد انتر. علشان نعمل احنا نوع خطين جنب بعض احنا اللي نعملهم بمزاجنا، بنعملها بحاجة اسمها مالتي لاين ستايل، اختصارها ام ال اس تي، دايرة سي زائد انتر، ريكتانجلر عشان ترسم مستطيل ار اي سي انتر. هنشتغل دلوقتي على الخمس أوامر دول. الخمس أوامر دول هما الأساس عندنا، الباقي كله قائمة موديفاي، هنشوف دلوقتي ونفهم أكتر. عندنا هنا عندنا حاجة اسمها أوامر للرسم، عندنا حاجة اسمها أوامر للتعديل، عندنا حاجة اسمها أنوتيشن، عندنا حاجة اسمها لير، عندنا حاجة اسمها بلوك، عندنا حاجة اسمها بروبرتيز. دول شغلنا الأساسي، دول شغلنا الاساسي. لو خلصنا الست حاجات دول يبقى كده ده برنامج الاوتوكاد بالنسبه لك بقى في جيبك. بعد كده هنروح على حاجه اسمها اللي اوت اللي هو الطباعه، بعد كده هنخش على حاجه اسمها الاوتو فلويد اللي هو برنامج بيتم اضافته داخل برنامج الاوتوكاد. تمام كده يا شباب؟ يا رب تكون الدنيا سهله معانا ونفهمها باذن الله، وشكرا ليكم في الفيديو ده.